العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين على آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من تأمل القرآن وجده سبحانه وتعالى أقسم بالأوقات كلها عن يقين فقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر وقال والصبح إذا تنفس وقال والفجر وليال عشر وقال والشمس والضحى والقمر إذا تلا والنهار إذا جلى والليل إذا يغشى إلى غير ذلك من أنواع الأحايين فلم يقسم الله تعالى بمخلوق من المخلوقين كالوقت فما فلما أيها المؤمنون ألا وهو الاعتبار بتصاريف الزمان وتقلباته كما علل بذلك العلماء الفاهمون لذلك قالوا من لم يعظه الدهر لم ينفعه الواعظون قال تعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير غرورا مبين وقال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ولذلك ورد في الخبر ويل لمن قراها ولم يتفكر أفلا تتفكرون وقال سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وقال ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا تعقلون إلى غير ذلك من تصاريف الزمان لقوم يعتبرون الحمد لله ولي التوفيق رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الناس إن في هذه الأقسام عبرة لقوم يعقلون إن في هذا القسم من العظيم الأعظم عبرة لقوم يعقلون قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فعبر الله تعالى عن العالم بالنسبة للعالم المنطوي بالإنسان بقوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون ثم انتقل إلى العالم الواسع وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون تنبيها إلى أن من لم يتعظ بنفسه لا ينفعه الواعظون فيا أصحاب الأربعين قد فارقتم
والعافية والنوم اللذيذ، فقد جاوزتم الحياة الحقيقية عن يقين. ويا أصحاب الستين فإنكم جنائز على وجه الأرض تمرون، ويا أصحاب السبعين فإنكم قد دقت أعناقكم كما قال الأقدمون. فحياتكم معارة، فمن سار 70 سنة إلى منهل من ورده قريب كما يقولون. فبكروا عن أنفسكم أيها السامعون، ومن نعمره ننكس بالخلق أفلا تعقلون. شباب وكهولة وصحة وعافية وأسقام وآلام وأحزان، ففي ذلك عبرة لقوم يعقلون. فمن لم يعظه الدهر لم تنفعه الواعظون. ففكروا عن هذا القرآن المبين، واتعظوا بأنفسكم أيها السامعون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك ورد أعذر الله لامرئ بلغه 60 سنة، وقال الثوري من بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخذ لنفسه كفنا. ومعلوم أن هذا 63. فتوبوا إلى الله تعالى توبة نصوحا، واعلموا أنكم إليه راجعون. وعما أسلفتم من أعمالكم فتيلها ونقيرها وقطميرها تسألون. أنار الله قلوبنا وقلوبكم بلوامع النور المبين، وأفاض علينا وعليكم من بركات كتابه ونبيه الأمين. اللهم اجعل بلادنا بلاد الدين، واجعلها راحة الضعفاء والمساكين، واجعل سكانها عبادك الصالحين. يغفر الله لنا ولكم ولعامة المسلمين.